هي محمول عليها بأنها توحد التوانسة وبأنها تكون خيمة تجمع تقريبا كل التونسيين، لكن ما رأيناه من الرئيس قيس سعيد على الأقل خلال السنتين ومن التجربة هذه نتاع السنتين أنه كان يكرس تقسيم التوانسة بين نحن والهم، وكأننا في صراع، وكأنه كرس صراع ورسخ صراع بين النخبة السياسية وبين الشعب التونسي. هذا تجسم خلال أو بعد الانقلاب من خلال هالحملات التشويه اللي صايرة في الفيسبوك واللي أشار لها الدكتور محمد التومي. يعني كيفاش تفسر لها؟ هل المجتمع التونسي فعلا هو مجتمع عنيف سيء الأخلاق شعبوي إلى هذه الدرجة؟ وين كان متخفي هذه النوعية اللي قاعدين نشوف فيها توا واللي تمس في رموز البلاد، رموز الكبيرة في البلاد اللي دافع على المسار الديمقراطي والانتقالي حتى وان اختلفنا في الأخير؟ هو في الحقيقة نرى فيه مظاهر الفساد والعنف في وسائل التواصل الاجتماعي والمستوى المتدني الأخلاق، هذا هو مش صحيح انه جاء بعد، معناها بعد 25 جويلية، معناها المظاهر التدني الاخلاقي للنخبه وللمجتمع هذا ما قبل وشفناه، ولكن اكل مرميطه اللي هز عليها 14 جان في ثوره ظهرت، الكبت كان موجود، كان معناها الفساد ما كانش ظاهر، كان مكفوت وظهر معناها كبرهان على فشل معناها قيمي وفشل معناها تاع سياسات تربوية وسياسات تعليمية وفشل تاع معناها إحاطة عائلية. هذا المجتمع التونسي معناها تزرع فيه الفساد منذ عقود، والحياة السياسية والعمل السياسي والنشاط السياسي ماهوش بمعزل على هو من المجتمع. فبالتالي اللي رناه في النخبة السياسية معناها بعد 14 جانفي وفي المجتمع بصفة عامة هو معناها شيء معناها متفشي، مش لدى فئة دون أخرى، لا، متفشي لدى الفئة الكل، من الأستاذ في التعليم في العائلة في عند السياسي وعند كذا. لكن بطبيعة الحال الآن معناها الخصوم السياسيين معناها خطاب يزيد تظهر فيه الفساد أكثر الآن بعد معناها الحركة بتاع يعني كأنك تبرر وتقول أنه شيء هذا متأصل فينا. معنا مش متأصل فينا، أنا قلت عنا أزمة أخلاقية نعيش فيها منذ لكن ما شفناش قبل 25 جويلية بالشكل هذا يا سي نور الدين. ربما هي الأزمات، يعني سي 25 جويلية كانت قادح باش التونسي يخرج ما عنده من سب وشتم وهتك للأعراض بهذا الشكل. زعما احنا قبل 25 جويلية كنا من النقاوة لا ما كناش، لكن مش بهذا الشكل، لا ما كناش، لكن مش بهذا الشكل. هذا كلامك صحيح سي عامل، لأنه في الأزمات وفي ظل الخصومات السياسيه وغيره تزيد تبرز هذه الصفات معناها البائسه والصفات هذه الغير حميده هذه تزيد تبرز اكثر في الخصومات. يقول لك معناها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك معناها إذا خاصة ما فجر، معناها في الخصومة تظهر الأخلاق، في الخصومة تظهر المعدن بتاع الشخص وفي الخصومة. وأنا نحب نرجع معناها أنت جبت على نرجع على شخصية السيد رئيس الجمهورية. أنا أقول معناها قلت قداش مرة في البلاتو هذا، سيمة كل خروج إعلامي بتاعه سيمته التشنج وخروجه. وشنو سبب هذا؟ من تركيبته النفسية وإلا؟ هي الظاهر أنها تركيبة في الشخصية، والظاهر أنه معناها عنده مشكلة كبيرة، وأنا قلتها في البلاتو قبل أسبوع ولا 10 أيام، مشكلة في التواصل، وقلت يجب أن اللي يحيطوا به ينصحوه في مسألة التواصل. راهو التواصل 80% من السياسة ما عادش برامج وكذا، تواصل. ونقول أنا أكثر من ذلك، نقول أنه معناها ربما ساهم الرئيس في معناها تجذير أو في معناها إخراج هذا 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 الفساد اللغوي واللفظي والتواصلي في 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 مؤسسات التواصل الاجتماعي وغيره. نقول أنه وكان تسمحوا لي أنه النموذج بتاع السياسي الآن شنو هو في العالم معروف،
النموذج نتاع السياسي أصبح السياسي أصبح مانجر، أصبح السياسي يتسم بالتواضع، أصبح السياسي يتسم بإنسان إداري، معناها يجيب برامج ويقدمها للناخبين في البرنامج الانتخابي ثم يحاول باش يجسدها على الواقع، يحاول باش يحققها، واذا ما حققهاش بعد العهده نتاعو يمشي لروحه وكانه شيء كذا وشيء كذا. ما عادش معناها ما عادش الان زمن الزعيم المفرد والزعيم المنقذ والزعيم اللي باش الملهم، هذا انتهى. كان في تونس بالذات وكان في البلدان العربيه والبلدان بعض البلدان المتأخرة سياسيا، ما عادش هذا باش يعمل كل شيء وباش ينقذ وباش يعمل وباش ينقذنا من كذا، هذا انتهى. شوفوا بلير بعد ما بلير في بريطانيا مشى على روحه بعد 4 سنين جبد امشي كان تريدو في كندا. معناها نموذج السياسي المتواضع السياسي اللي احتل هولندا، اتعس رئيس جمهورية في الجمهورية الخامسة، مش بعد كذا عهد ومشى على روحه ومشى بخيباته وساركوزي. زعما ساركوزي كي لوح عليه المواطن الفرنساوي قطوع على وجهه في الشارع، زعما شنع بالقبيلة بتاع السيد هذايا ومعناها وانتقم منه وانتقم من جد بوه ومن كذا ومن غيره وغيره وغير. لا وهولندا وذاي الرئيس الفرنسي الأخير كي صفعوا واحد من المواطنين معناها في الشارع، هل معناها انفجر غضبا وقام بكذا وانتقم البوليس من لا، لأنه فما ثقافة متاع ديمقراطية متجذرة لدى المواطن ولدى الحاكم. معناها ضرب بشهرين سجن السيد ولا منعرفش عليه خرج ولا كذا اللي صفع رئيس الجمهورية في فرنسا وفتح كاين اللي طبقوا عليه الخلف. فبالتالي النموذج معناها النموذج الرئيس الان وانا نقولها ديما معناها ربما يستفز وربما يشجع كذلك على اللي تحكي فيه انت على العنف اللفظي وعلى معناها القيم الفاسده الموجوده الان، معناها لانه الحياه لانه معناها الناس تمشي برواء تمشي بزعمائها، معناها المواطنين يمشوا بزعمائهم واذا يراوا التشنج في التلفزه والتشنج في كل ظهور اعلامي للرئيس فبالتالي ستتسم الحياه السياسيه والتبادل ما بين المواطنين بالتشنج. سمح لي نمشي